السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت متخصص في ان هو يعمل لك كوميك بشكل احترافي. الموقع هابينج فيس ده موقع بيتحط فيه تجارب كتيرة جدا، من ضمنها الصفحة اللي احنا فاتحينها دي اسمها اي اي كوميك فاكتوري. هتيجي هنا هتقول له الستايل اللي انت عايزه، يعني انا مثلا عايز ستايل 3D ريندر او في ايجيبشن، خلاص خلينا نجرب الايجيبشن. عايز التقسيمة بتاعتها كام تقسيمة؟ كان بتفرج على قصة مثلا ميكي وبطوط وسوبرمان والحاجات دي، كابشن كتب تكست. طيب القصة بقى اللي انت عايزها مثلا سوبر هيرو سيف بوي روم ايفل، تمام، يبدأ بقى يعمل لك النيو ستوري دي. ان شاء الله هتلاقي بعد كده بدأت تظهر في مواقع كتيرة بشكل احترافي واختيارات، ويسهل عليك الموضوع، لان الهاكينج فيس بيحط عليه الحاجات اللي هي الاوبن سورس او المشاريع المستقبلية. بعد فترة بتلاقي في موقع بدأ خد الصفحة اللي هي بتاعت اي اي كوميك وبدأ ان هو يبني عليها حاجة كويسة. لو حد يعرف شوية في البرمجة ممكن يعمل حاجة احترافية باسمه ويكسب منها فلوس. انت طبعا ممكن ما تكتبش سطر، ممكن تكتب قصة كبيرة بالتفاصيل بتاعتها وباسم الشخصيات والحاجات دي كلها. بدأ يعملها بالشكل ده. طيب خلينا نجرب ستايل تاني، تقدر تقول له رينيو. طيب انا مش هغير الكلام المكتوب، بس ممكن نخليها ستايل مثلا امريكان مثلا واقول له جو، فشوف الستايل الجديد اتعملت ازاي. قدرت اعمل قصة احترافية بالشكل ده، بالتكست بالرسومات بكل حاجة، تمام. لو في اي كادر مش عاجبك ممكن تروح قايل له انا عايزك ترسمولي تاني، لكن هو الموقع صراحة فاجئني ان انا بدأت ارسم حاجة بالاحترافية الرهيبة ديت.